تلقيح الأطفال الأقل من 12 سنة بالمغرب، اللجنة العلمية تحسم الجدل. قالت أمينة بركات عضو اللجنة العلمية لكوفيد 19 إن موضوع تلقيح الأطفال الأقل من 12 سنة ليس مطروحا في المغرب. وأوضحت عضو اللجنة العلمية في ندوة صحفية عقدت بالرباط نهاية الأسبوع الجاري أنه ليست هناك معطيات لتخفيف سن تلقيح الأطفال الأقل من 12 سنة. وأكدت بركات أنه يجب الانخراط في حماية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة، ودعت عضو اللجنة العلمية إلى الانخراط في عملية التلقيح بشكل كبير من أجل تفادي وقوع أي انتكاسة وبائية.